بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 146. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول لام جيم ميم من جدة. أخونا عرضنا سؤالا له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: ما حكم الإمام الذي يصلي بالناس ويخطئ أكثر من مرة في حفظه للقرآن الكريم؟ هل يلزمنا أن نرد عليه ولا سيما ما في التشكيل وفي بعض الآيات؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإمامة في الصلاة لها شأن عظيم، فهي منصب عظيم يتطلب مؤهلات شرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة الحديث. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. فالإمام يجب أن يكون على مستوى طيب من العلم والبصيرة، وأن يكون من ذوي الكفاءة المناسبة سنا وعلما وفقها حسب الإمكان. والإمام الذي لا يتقن قراءة القرآن لا يكون إماما إلا عند الحاجة، إذا لم يكن هناك من هو أحسن منه. أما ما دام هناك أحسن منه فإنه لا يجوز أن يؤم الناس وفيهم من هو أحسن منه. فيجب على الجهات المختصة التي تنصب الأئمة أن تعتني بهذا الأمر، وأن تراعي الشروط والضوابط التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأئمة كما في الأحاديث، كما نص عليه أهل العلم. إن الفقهاء رحمهم الله قد عقدوا للإمامة وأحكامها بابا في كتب الفقه، ذكروا فيها كثيرا من الصفات التي يجب توافرها في الإمام، وذلك حسب الإمكان وحسب الأولى فالأولى. والعناية بهذا الأمر لا بد منها. الإمام الذي يخطئ في بعض الآيات يجب أن ينبه، إذا كان تغيب عنه بعض الآيات أو تغلق عليه القراءة فإنه يفتح عليه في الصلاة على من خلفه ممن يحسنون القراءة أن يفتحوا عليه إذا انغلقت عليه آية. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولما حصل منه صلى الله عليه وسلم في بعض المرات شيء من انغلاق القراءة طلب من أبي بن كعب لما سلم، قال: أين أنت؟ طلب منه أن يفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغيره؟ فإذا كان الإمام قد انغلقت عليه القراءة أو غابت عنه بعض الآيات، فعلى من خلفه إذا كانوا يحسنون أن ينبهوه إلى الآية التي انغلقت عليه، وهذا مشروع. ولكن إذا كان هذا الإمام يكثر منه الخطأ في الآيات ولا يحفظ حفظا جيدا، فإنه يجب أن يستبدل بمن هو أحسن منه إذا أمكن ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة المنورة بتوقيع إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة أم خالد. تقول: هل العبارة التالية: من عرف لغة قوم أمن مكرهم، حديثا أم هي من كلام الناس العاديين؟ جزاكم الله خيرا. هل يتردد على ألسنة الناس وليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول يقال ومعناه غير صحيح. تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: ما الفرق بين الأثر والحديث؟ بينهما عموم وخصوص. فالأثر يطلق على الحديث، وقد يطلق على ما جاء عن بعض الصحابة أو بعض السلف، يطلق على هذا وهذا. وأما الحديث فإنه خاص بما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، هذا هو الحديث. وأما الأثر فهو أعم، قد يطلق على الحديث وقد يطلق على المأثور عن السلف الصالح من الصحابة أو التابعين أو القرون المفضلة. جزاكم الله خيرا. تقول: بعض أقاربي هداهم الله لا يقتنعون أن مصافحة المرأة للرجل الأجنبي غير جائزة، وعندما
أقول لهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء يردون بقولهم هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم إن أقارب هؤلاء يتصافحون فيما بينهم ويغضبون على من ينهاهم فبماذا نجيبهم جزاكم الله خير الجزاء. نعم كما قالت السائلة أو السائل مصافحة الرجال للنساء التي لسنا من محارمهم حرام ولا تجوز, والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصافح النساء وما مست يده يد امرأة لا تحل له قط, وإنما كان يبايع النساء بالكلام, وليس هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم بل هو تشريع لأمته. قد قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحن مأمورون بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره, ولا تثبت الخصوصية له في بعض الأحكام إلا بدليل يدل على ذلك, ولا دليل يدل على خصوصية المصافحة من خصوصية عدم المصافحة للنساء الأجنبيات للنبي صلى الله عليه وسلم, فيكون عدم المصافحة لهن محرما على جميع الأمة. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد حسن أحمد عمر من السودان أمبرمان يسأل سؤالين في موضوع واحد تقريبا, فيقول ما حكم قراءة البراق على الميت حين وضعه على القبر وهل فيه إثم, ثم يقول البراق دعاء في شكل قصيدة, ثم ما حكم قراءة القرآن للميت في ختام أيام المأتم وهل يلحق الميت ثواب هذه القراءة جزاكم الله خيرا. قراءة القصيدة مسمى بالبراق أو غيرها, وقراءة القرآن في أيام المآتم, وقراءة القرآن عند القبور وعند الجنائز, كل هذه بدع محدثة في دين الله ليس لها أصل, وإنما المشروع بحق الميت المسلم الدعاء له والاستغفار له ترحم عليه صلاة على جنازته من أجل الدعاء له, وكذلك بعد دفنه والانتهاء من دفنه يوقف على قبره ويستغفر له ويدعى له بالتثبيت كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك, هذا هو الذي وردت به السنة. أما قراءة القرآن عند الجنائز أو بعد الدفن أو قراءة قصائد أو القراءة في المآتم كل هذه بدع محدثة فيها آثام وليس فيها أجور, قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, ولقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة, قال صلى الله عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة, وهذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان, بل إقامة المأتم هذا بدعة وأيضا فيه نياحة وجزع على الميت, لأن ترداد مدح الميت وذكر محاسنه ومفاخره هذا يعتبر من النياحة والجزع على الميت, والواجب التقيد بما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك هو الذي ينفع الأحياء وينفع الأموات, قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إذا مات يعني فارق الدنيا يعني قبضت روحه, إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم منتفع به أو ولد صالح يدعو له, هذه هي التي تنفع الميت, أما ما عدا ذلك فإنه لا ينفع الميت بل قد يضره, جاء في الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب بما نيح عليه, يعذب في قبره بما نيح عليه, فالواجب على المسلمين الذين يريدون نفع أمواتهم أن يتقيدوا بما جاءت به السنة فيها الخير وفيها البركة للأحياء وللأموات, وأن يتجنبوا ما حذرت منه السنة وما خالف السنة فإن فيه الشر على الأحياء وعلى الأموات, وأن لا يغتروا بالعادات والتقاليد وما عليه الناس من غير دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يريدون الخير لأنفسهم والخير لأمواتهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة سين عين مين, أختنا تقول هناك امرأة أرضعت ولد ابنها وهو لا يزال في أسبوعه الأول أكثر من 15 مرة, لكن هذا اللبن قد مضى عليه حوالي 7 سنوات, وبعد أن كبر هذا الولد أراد أن يتزوج من ابنة عمه فذكرت له جدته ما حدث ولم تقل ذلك قبل هذا الحادث, فهل يجوز له أن يتزوج من تلك البنت جزاكم الله خيرا. إذا كان ما ذكر في السؤال واقعا وأنها أرضعت هذا الطفل رضاعا كثيرا فإنه يصبح ابنا لها من الرضاعة, ولو كان هذا اللبن قد مضى عليه وقت طويل
يعني كانت على وقت طويل بالحمل والولادة، وإنما جرى لها هذا اللبن من غير حمل ومن غير وطئ، جرى لها لبن وأرضعت به الطفل، فإنه على الصحيح يحرم وينشر الحرمة، فيصبح ابنها ابنا لها، وكل أولادها وبناتها وأولادهم يكون محارم لهذا الطفل، ولا يجوز له أن يتزوج من بنت عمه ولا من بنات عماته، لأنه يصبح محرما عليهن بالرضاعة. قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة التي عليها العذر الشرعي أن تقرأ الأحاديث القدسية أو الأحاديث النبوية الأخرى؟ جزاكم الله خيرا. نعم، لا بأس للمرأة إذا كان عليها الحيض أو النفاس أن تقرأ الأحاديث القدسية وغير القدسية، وأن تقرأ في كتب العلم، في كتب الفقه، في كتب الحديث، في كتب التفسير، في كتب الوعظ وغير ذلك. إنما تمنع من مس المصحف وتمنع من قراءة القرآن عن ظهر قلب عند جمهور أهل العلم حتى تغتسل من الحيض أو النفاس. أما ما عدا القرآن فإنها تقرأ ما شاءت من الكتب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص هذا قد يقوم بالمرأة حاجة إلى قراءة القرآن، كأن تخشى النسيان، أو تكون معلمة تعلم الطالبات، أو تكون طالبة وجاء وقت الاختبار وهي معذورة شرعا، فهل من توجيه آخر شخص هذا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، عند الحاجة الملحة أو الضرورة لا بأس للحائض أن تقرأ القرآن، إلا أنها لا تمس المصحف مباشرة. تقرأ القرآن إما عن ظهر قلب، وإما أن تقرأ من المصحف من وراء حائل إذا كانت مضطرة إلى ذلك، أو محتاجة إليه حاجة شديدة كخشية النسيان أو كونها وقت الامتحان، فهذا عذر شرعي. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. إذا كان الإنسان يؤدي الصلاة، فهل له أن يستمع إلى الإذاعة مثلا؟ لا، المصلي يجب عليه أن يقبل على صلاته ولا يستمع إلا لقراءة الإمام، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد رحمه الله: نزلت هذه الآية في الصلاة. فإذا المصلي لا يستمع إلا لقراءة إمامه، ولا يستمع لقارئ آخر أو يستمع للإذاعة أو غير ذلك، لأن هذا يشغله عن صلاته. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من ينبع البحر والمنطقة الاجتماعية، وباعثها المستمع محمود محمد بن محمد واصل، يسأل ويقول: عند الانتهاء من الحج أو العمرة نرى أن بعض الناس يحلقون رؤوسهم، والبعض يقص كل الشعر، وذلك من الواجبات، ولكن نريد أن نعرف حال أولئك الذين يقصون من شعورهم قدر أنملة واحدة، هل ذلك يجزئ، وما هو الدليل على ذلك؟ وإذا كان لا يجزئ فماذا يجب عليهم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب في حج أو العمرة الحلق أو التقصير، حلق جميع الرأس، والحلق معروف، أو التقصير بمعنى القص من الرأس، من جميع الرأس، القص من جميع الرأس، كما أن الحلق يعم الرأس كذلك التقصير لا بد أن يعم الرأس، بأن يأخذ من مجموعه لا من جميعه، فيقص منه، يقص رأسه ويعممه بالقص، وليس للقص حد محدود، ليس للقص حد محدود، المهم أنه يقصر من رأسه، سواء أطال التقصير أو قصره. فإذا جز من شعره أجزأه ذلك، ولو كان هذا الجز قليلا بالنسبة للشعر، بأن أخذ من رؤوسه وعمم الأخذ من رؤوسه فإنه يكفي. في وقتنا الحاضر الماكينات القص معروفة، وهي على درجات، إذا أخذ الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الثالثة فلا بأس بذلك، المهم أنه يجز من جميع رأسه، سواء أطال القص منه أو قصر منه، ليس له حد محدود، وإنما هذا في حق المرأة. قد جاء في حق المرأة أنها تقصر من رأسها قدر أنملة، من مجموع رأسها، من مجموع شعر رأسها تقصر منه قدر أنملة. جزاكم الله خيرا. يسأل: ماذا على أولئك الذين لا يقصون إلا مقدارا معينا من شعورهم ولا يعمون الرأس كله بالقص؟ الواجب على الصحيح من قول العلماء تعميم الرأس، بأن يأخذ من جميعه ولا يأخذ من بعضه ويترك البعض الآخر، لأن الله جعل التقصير بديلا عن الحلق، فكما أن الحلق يجب أن يعمم به الرأس، ولا يجوز حلق الرأس، ولا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، فكذلك لا يجوز تقصير بعض
بعضه وترك بعضه، لأن التقصير بديل عن الحلق. على الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 واحدة. فالحاصل أن التقصير على صحيح من قول العلماء يجب أن يعمم به جميع الرأس، ولا يجيء تقصير بعضه وترك البعض الآخر، كما لو حلق بعضه ترك البعض الآخر لم يجنى. جزاكم الله خيرا. هل عليهم رجوع شيخ صادق؟ الواجب عليهم في المستقبل أن يتنبهوا لذلك. نعم. وما مضى؟ وما مضى إذا كانوا اعتمدوا على قول بعض العلماء وأخذوا به أو أفتاهم أحد بذلك. نعم. فنرجو أن يجزئهم ما مضى. الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا: هل يجوز الصيد في داخل الميقات وخارج الحرم لغير المحرم؟ وإذا بعث بسيارته بعض الطيور والحيوانات من غير إرادة من في داخل الحرم، فهل يلزمه شيء وهل يأثم على ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أما المحرم فلا يجوز له قتل الصيد داخل الحرم ولا خارج الحرم من حين يحرم إلى أن يحل، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالمحرم يحرم عليه قتل الصيد البري المأكول، قتل الصيد البري المأكول، لا في داخل الحرم ولا خارج الحرم. أما غير المحرم فيجوز له الاصطياد خارج الحرم، أما داخل الحرم فلا يجوز. لا يجوز قتل صيد الحرم لا للمحرم ولا لغير المحرم، لأن الرحل الحرم لا ينفر صيده ولا يقتل خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. الحرم لا يجوز قتل الصيد البري المأكول فيه لا للمحرمين ولا لغير المحرمين لحرمة الحرم، ويستوي في ذلك إذا رماه أو أصابه بحجر أو دعسه بالسيارة، سواء كان متعمدا أو غير متعمد، يكون عليه الجزاء والفدية، قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخر الآية. ولأن هذا إتلاف، والإتلافات يستوي في ضمانها العمد والسهو عند جمهور أهل العلم. فتبين لنا الفرق بين المحرم والحلال. المحرم لا يصطاد لا في خارج الحرم ولا في داخله. أما الحلال فإنه يجوز له الاصطياد خارج الحرم ولا يجوز له داخل الحرم. والمراد بالصيد هنا الصيد المأكول البري من الطيور أو الضباء أو الأرانب أو غير ذلك مما يسمى صيدا ويباح أكله. طيب. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل عن من دعس بسيارته بعض الطيور دون أن يكون متعمد. نعم، يجب عليه الفدية على ما عليه الأكثر من أهل العلم، تجب عليه الفدية، لأن هذا إتلاف، والإتلاف يستوي فيه العامد والقاصد. إذا كانت هذه الطيور مما من الصيد، إذا كانت هذه الطيور من الصيد مما يباح وأكله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إن الحج عن الغير يجوز بشروط، وكذلك أسأل عن العمرة، هل هي كالحج أم لا؟ إذ أنني لاحظت أن أناسا يطوفون عن أقربائهم كعن الأم أو الأب أو الإخوة، فما هو الحكم في هذه القضية؟ جزاكم الله خيرا. نعم، العمرة مثل الحج، اشترط في النيابة فيها أن يكون النائب قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام، وأن يكون بالغا، وأن يكون قد اعتمر عن نفسه عمرة الإسلام. أما الطواف بالبيت فيجوز للإنسان أن يطوف بالبيت طواف التطوع عن نفسه أو عن غيره، ولا يشترط أن يكون قد أدى العمرة عمرة الإسلام ولا أن يكون قد أدى حجة الإسلام، لأن هذا الطواف تطوع وليس طواف حج أو عمرة، طواف متطوع به وليس طواف نسك، لا طواف حج ولا طواف عمرة، وإنما هو طواف مستقل. يجوز للإنسان أن يطوف عن نفسه وأن يطوف عن غيره، لأن في ذلك الأجر والثواب لمن قبله الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة